هللويا. خلينا نرفع كتبنا المقدسة. قل له لحدك، قل له أنت خادم للمسيح. قل له فيك تخدمه على الفيسبوك، فيك تخدمه على الساوند كلاود، فيك تخدمه على تويتر، فيك تخدمه على انستغرام، فيك تنشر كلمته. قل له وين ما كان. آمين. الواتساب فيك تخدمه على الواتساب كمان، وفيك تخدمه أيضا وين ما بتروح. ناس رح ناس ترعي بتعرف صوتي. هللويا. ورح تعرفك، تعرف. تذكر حتى كنت مرة ببلد مش بلبنان، وأنا عم خبرك هالخبر قبل ما نروح لكلمة الرب بس تشجعك. كنت بلد مش بلبنان، حتى بالحياة السورية، وفي ناس عرفتني من ضحكتي. في أشخاص كنت بمحل وكنت مع إخوة مؤمنين، وشخص من برا قال أنت الأسي شاد، أنا سامعك على كاسيتات. وهو مش مؤمن، هو بقلب كنيسة أرثوذكسية، لكن توصل له. تعرفوا يا أحبة، بآخر فترة قبل الحرب بسوريا كان تقريبا كل شهر تقريبا عم بيتوزع أكثر من 1000 CD بسوريا لوعظات. 1000 CD كل شهر، وبالكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية، وأنا بعرف إنه منتشرة وين ما كان. ومشان هيك أنا بدي أشجعكم من كل قلبي، يمكن الرب يستخدمك من خلال CD، ما بتعرف، يمكن يستخدمك واتساب. هلا صارت أسهل، حتى المطروح واحد يحط CD ويقعد ابعث له إياها على تليفونه بيقدر يسمع. امين. هللويا. ارفع كتابك المقدس، تعالوا مع بعض نقول هالكلمات، قولها سوا مع بعض. هذا هو كتابي المقدس، انا اؤمن بكل وعوده الصالحه تاتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش. انا جاهز كي استقبل كلمه الايمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30 60 و100. سوف اتغير بنعمه يسوع، سوف أتغير وكل تأكيد أحقق كل مقاصد الله في حياتي. أشكرك يا رب لأجل عمل الروح القدس، أشكرك يا رب لأجل يدك علينا في هذه الكنيسة، أشكرك يا رب لأنك تفتح عيوننا كيف فيك تستخدمنا في هذه الأيام، إن كان باجتماعات البيوت، إن كان في وسائل التواصل الاجتماعي، إن كان في أي شيء، تعطينا إبداع في الخدمة لكي نصل وبكلمتك يا رب إلى أبعد حدود في كل لبنان والعالم العربي. تعال يا رب أنت اتمجد اليوم في كل كلمة بتنحكى في هذه القاعة. أعلن ذاتك لكل شاب لكل صبية، حاوط هذا المكان بالملائكة. أصلي يا رب غطي بالدم، أنت تزيد ونحن ننقص، أنت ترتفع ونحن ننخفض. ليس لنا فقط ليسوع، نعطي كل المجد. كل شعب الله يقول آمين ثم آمين ثم آمين. جديد، روح معي إلى كتاب يوحنا، إنجيل يوحنا الإصحاح 15. إنجيل يوحنا الإصحاح 15. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. أنا الكرمة الحقيقية وأبي هو الكرام. كل غصن فيا لا ينتج ثمرا يقطعه، وكل غصن ينتج ثمرا ينقيه لينتج مزيد من الثمر. أنتم الآن أنقياء بسبب الكلمة التي خاطبتكم بها. فاثبتوا فيا وأنا فيكم، كما الغصن لا يقدر أن ينتج ثمرا إلا إذا ثبت في الكرمة، فكذلك أنتم إلا إذا ثبتتم فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، من ثبت فيا وأنا فيه فذاك ينتج ثمرا كثيرا، فأنكم بمعزل عني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إذا كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف، ثم تجمع جافة وتطرح في النار فتحترق. ولكن إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون يكن لكم. بهذا يتمجد أبي أن تنتجوا ثمرا كثيرا فتكونون حقا تلاميذي. من أحبني مثل ما أحبني الآب أحببتكم أنا، فاثبتوا في محبتي. إن عملتم بوصاياي تثبتون في محبتي، كما عملت أنا بوصايا أبي وأثبت في محبته. قلت لكم هذا ليكون فيكم فرحي ويكون فرحكم كاملا. أي 12، وصيتي لكم هذه أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه أن يبذل أحد حياته فدا أحبائي. وأنتم أحبائي إن عملتم بما أوصيكم به.
لا أسميكم عبيدا بعد، لأن العبد لا يطلعه سيده على ما يفعله، ولكني قد سميتكم أحباء لأني أطلعتكم على كل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وعينتكم لتنطلقوا وتنتجوا ثمرا ويدوم ثمركم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. بهذا أوصيكم أن تحبوا بعضكم بعضا. لاحظ كل هذا الإصحاح من أجل أن يتحدث عن بالحقيقة ثلاث أشياء، واللي هي مفاتيح، لأنه اليوم إذ نتحدث عن حياة مثمرة في غضام هذا العالم اللي فيه كثير من التشويش، فيه كثير من اللهو، فيه كثير من للأسف القصص اللي بتعطلنا عن الإثمار، نريد أن نفهم طبعا شو معناتها أنه نثمر، وشو معناتها وكيف نستطيع أن نثمر. لأنه للأسف نجديد، يعني امبارح كمان كنت بسائبة عم قص شعري، ما حدا قال لي نعيما، بس أنه هاليلويا امبارح كنت عم قص شعري، وقد ما كان طويل رحت عم تبيراما مع هدول تبيراما وأنا عم قص شعري ثابت بأنه عم بغسل لي شعري شاب صغير. واليوم عم تحدث للشباب الصغار اللي كان بالآخر عم تخانق مع الحلاق، والحلاق بقى صار عم بيقول له لا أنت شو عم تعمل باللي عم بعطيك إياهن إلى آخره، صار في حديث بينه وبين الحلاق. ومهم قال له بدي احكي مع بيك كذا، وبعدين طلع هيدا الشاب وعم بيحكي إنه أنت جيلكم غير جيلنا. عم تخيل انه اف انا هالقد صرت كبير، اف انا جيلكم غير جيلنا. وبعدين صار يحكي بانه انتو ايامكم ما في كان انترنت وسيلولار وواتس اب وفيسبوك وكل هدول الاشياء اللي بتلهي. وبالحقيقة صحيح عم فكر بقديش هذا الجيل كل ما عم بتزيد المعرفة وعم بزيد التقدم بين هلالين، بالحقيقة عم بزيد اللهو اللي هو عم بيعطل الناس عن انه تعيش هدف الحياة الاساسي، لتعيش حياة الاسمار الاساسي. الحقيقة صرت انا وياك اليوم اسرى، يعني بتعرف قديش في اشخاص اليوم بدي اسألك، بارح كمان بسيقبة بحبك اطلع على بعض المقالات الغريبة العجيبة، وبتوصلني يعني بتوصلني على الايميل، وواحدة من المقالات كنت عم بقريها امبارح هي هذه، بانه قال اكتشفوا بانه في كتير اشخاص اللي بتقلل انه تقعد على الانترنت ساعات، كل ما قللت تقعد على كل ما عشت حياه اقل كآبه، وكل ما بتقعد على اكتشاف هلا بين الشباب الصغار، قال كل ما قعد على الانترنت وعلى الكمبيوتر كل ما زادت كآبه هدول الشباب والصبايا، لانه صار عندهم اصدقاء وهميين لهن ما في حدا حقيقي بس عم يحكوا دائما مع شاشه، واصدقاء وهميين عايشين بالعالم. هلا هن صحيح ناس ومعروفين، لكن هن وين ما كان موجودين، لكن ما في علاقات حقيقيه، ما في ناس بقى عم تمضي وقت مع الناس. حتى وين ما بتروح اليوم بتلاقي اشخاص عاطين تليفونات وقاعدين. وبسالك سؤال، قديش في واحد اليوم عايش بدونه هذه الاله، بدون هذا التليفون، قديش فيك توقف تستعمله نهار او ما تطلع عليه؟ فقديش اطول وقت ما بتطلع على التليفون؟ نص دقيقة. ها انتوا معي؟ هلا انا عم بوعظ في ناس عم تطلع على التليفون هلا، يعني اسمعوني. بعد قديش فيك تمضي وقت ما تطلع على التليفون؟ قديش فيك تمضي وقت ما تستعمله وتحطه؟ تعرف قديش في ناس اليوم عندها هذا النوع من الحياة اللي دايما هناك. وبتعرف انا عم بقصد بانه الشيطان قصد انه يعمل حيالله شيء. نشكر الله من اجل التكنولوجيا، انا معبول وعم عم 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 بخبرك بانه بدنا نستعمل هذه التكنولوجيا تنوصل كلمة الله، تنكون مرسلين بقلب هذا العالم الغريب اللي اسمه عالم الانترنت، ونوصل طبعا اللي هن ملايين، مئات الاف، او خلينا نقول مئات الملايين من الناس اللي على الشبكة العنكبوتية اللي موجودة اليوم في العالم، نقدر عن جد نكون مرسلين بقلب هذه الشبكة ونوصل خبر السار. لكن نفس الوقت التلمذة الحقيقية ما بتصير بشكل
وهمي، ما بتصير بشكل فيرتشوال، ما بتصير هيك، ما بتصير من خلال القراية. التلمذة الحقيقية، ليك شو قال بولس الرسول؟ قال رقبوني مثل ما أنا بلحق المسيح، الحقوني مثل ما أنا بلحق المسيح، قلدوني مثل ما أنا بقلد المسيح. بمعنى آخر، التلمذة الحقيقية تأتي في التبعية الحقيقية، ومشان هيك ما بتصير من خلال القراية. لو بتصير من خلال القراية كان الرب قال لك خذ اقراها هدول بيمشي حالك، لكن قال لك بالحقيقة محتاج انك تكون تلميذ. قال له هيك لحدك، قال له محتاج انك تكون تلميذ. ما سمعك، قال له لازم تكون تلميذ. بعده ما سمعك، برا هزوا هزوا صبايا، انتوا معي هون؟ كل واحد يهز الثاني اللي حدك، قال له لازم تكون تلميذي. هاليلويا، معي؟ ومشان هيك يسوع قال تكونون حقا تلاميذي إن ثبتتم فيا، تتلمذوا على يدي. وبتعرف التلاميذ عندهم صفات عديدة. التلميذ بالصفة الأساسية لكل تلميذ هو أولا التلميذ هو تابع. قال له هيك لحدك، قال له التلميذ تابع. ما سمعك، قال له التلميذ تابع. التلميذ بيلحق، عم سمعني؟ والتلميذ في دائما عنده أشخاص بيلحقهم، وهذا كثير مهم. اثنين بالنسبة ليسوع، لاحظ إذا أعطانا صفة، أعطى صفة لنفسه بأنه هو المعلم، وأعطى صفة لألنا بأنه نحن التلاميذ. أعطى صفة لنفسه بأنه هو الراعي، وأعطى صفة لألنا بأن نحن الخراف. وبتعرف أعطى صفة لألو بأنه هو الكرمة، وأعطى صفة لألنا بأن نحن الأغصان. وعلى هذا الأساس أنا وياك صار فينا نكون صورة عن العلاقة اللي بتخلينا نصبر، وعن العلاقة اللي ما بتخلينا نصبر، لأنه في ثمر جيد. بعدين رح سمعنا عم بحكي عن الثمر الجيد وعن الثمر المش جيد، لأنه نريد أن ننتج ثمرا بحسب نوعنا. هاليلويا، قال له هيك لحدك، قال له بحسب نوعك. قال انموا واكسروا واملأوا الأرض، كل واحد بحسب نوعه. قال له هيك لحدك، قال له بحسب نوعك. فإذا كان نوعك سيء كارثة، يعني إذا بتثمر. ما اسمعوني، ليش واقفون؟ أنا إذا كان نوعك سيء كارثة إذا أنت بتثمر. ومشان هيك محتاج إنك تكون جزء من الكرمة، محتاج إنك تكون جزء من الخراف، محتاج إنك تكون جزء من التلاميذ. ما اسمعوني، لأنه لا أحد يستطيع أن يثمر ثمار طليق بالتوبة، ثمار طليق بالملكوت، إلا أن كان تلميذا حقيقيا. وقلت لك في ثلاث أشياء بيحكي عنها هذا المقطع، لكن قبل ما أروح علي أنا بدي شجعك من كل قلبي أحبه. قلت لك التلمذة بالبداية هي التبعية. التلمذة بالبداية اثنين، الصفة التي هي في التلميذ هي أنه قابل للتعليم. قل له هيك لحدك من جديد، هزه وقل له التلميذ هو قابل للتعليم. يعني بمعنى من معاني، إذا أنت غير تابع وإذا أنت غير قابل للتعليم، أنت لا تستطيع أن تكون تلميذ. أسمعني؟ الشيء اللي بيخليك تكون تلميذ هو أنك تابع، تتبع، واثنين أنت مستعد أن تتعلم. إذا أنا بدي علمك شيء بس أنت مش مستعد تتعلم، بالحقيقة أنت مش تلميذ، لأنه ما بدك، رافض أنك تتعلم. وميزات التلمذة هي بأنه نعرف مين عم بيتلمذك. ومشان هيك أنا اليوم بدي شجعك من كل قلبي، التلمذة ما بتصير من خلال الفيسبوك، التلمذة ما بتصير من خلال كل هيدول، رغم أنه هيدول حلوين وعم نستعملهم، لكن التلمذة الحقيقية بتصير من خلال الحياة المسيحية بقلب الكنيسة. ما سمعتني؟ قلوا هيك حدك، قلوا التلمذة الحقيقية بتصير من خلال الحياة المسيحية بقلب كنيسة. وإذا أنت منك بقلب كنيسة من عم تتفاعل بقضايا الكنيسة، جزء من جسد المسيح، عم تخدم، عم تعمل أي شيء، عم تكشف عن طبيعتك، لأنك رح تضلك كتير مسيحي رائع لنهار اللي بتتقابل مع مؤمن تاني. رح بتضلك قديس طالما عايش بقلب مغارة، بس تطلع من المغارة رح يطلع لك قرون دغري. ما اسمعوني، رح ببين طبيعتك دغري نهار بتتقابل مع غير ناس. ومشان هيك يا أحبة، الحياة المسيحية لا تعاش بالتنسك أو الوحدة.
ما فيك تعيش هيك، لأنه الكتاب المقدس قال الخواريف لازم تكون برعية. عشان هيك يسوع لما سمينا خواريف، قلت لك في ميزات الخروف، الخروف ما بيقدر يكون بري. ما في خروف بري، ما في خروف بيعيش بالبور، ما في، مش موجودة، ما في، مش إنه بلكي ما بيقدر بيموت دغري، بيجي ليل زيب بياكله دغري. أول ما تفلت خروف يمكن يضاينه جمعة بس فلته، أساسا ما بيقدر، رح يرجع، رح يضل يموي كل الليل ليرجع. ما بيقدر يعيش بالبرية الخروف، ما بيقدر، مش معمول، مش معمول الخروف ليعيش بالبرية، ما عنده القدرة، ما عنده القبلية، ما بيقدر. عم سمعني؟ وعلى هذا الأساس ما في خروف بيقدر يعيش بالبرية، ما في هيك. ومشان هيك ما في مؤمن يعيش من دون كنيسة، ما في هيك شيء. وإذا أنت مفتكر بأنك فيك تكون عايش إيمانك من دون ما تكون جزء من كنيسة، ما بقصد تحضر، بقصد تكون جزء من كنيسة، من شعب، من رؤية، من خدمة، من خدمات، من تفاعل، من قيادة إلى آخره. إذا أنت ما عم تعملها، عرف بأنه أنت في شيء ناقص بحياتك المسيحية، وممكن أنك تكون معرض لأنك تتاكل بأي شكل من أشكال من أي ديب قاطع، أو من أي أسد قاطع، أو من أي حي تلدعك إلى آخره. رح تكون فريسة سهلة. اسمعني، شو ما كنت تكون، قد ما كان قرونك طوال، وقد ما كان حوافرك مسنين، وقد ما كنت عظيم كمؤمن، رح تتاكل. الذي يحميك هو الراعي، والذي يحميك هو الكنيسة، اللي هو سور الكنيسة اللي أنت فيها. اسمعني، وعلى هذا الأساس عرف بأنه أيضاً الخروف ما بيقدر يكون حامل ولا أي حمل. الخروف مش معمول ليكون بري، والخروف مش معمول لتحط عليه ولا نص حمل. وإيه ما فيك تحط على الخروف، ما فيك تحط عليه ولا شيء للخروف. عم سمعني أنت هون ولا لا؟ ومشان هيك الخروف إذا ما تعلم كيف يلقي كل أحماله على الراعي، الخروف بالحقيقة رح بينكسر تحت وطئة الأحمال الكثيرة اللي ممكن يحط عليه. الحمار معود أنه يحمل أحمال. أسمعوني؟ الله ما قال أنتم الحمير وأنا أنتم الجحوش، ما قال هيك. الجحش معمول ليحمل، الحصان معمول ليحمل. لاحظ كل الحيوانات عندها طريقة ما فيك تحمل عليها شيء، ما عدا الخروف. الخروف مش معمول انك تحمل عليه ولا شيء. حتى الكلب فيك تحمل عليه، بتعرف الكلب فيك تستعمل بعض الكلاب هدول بالقطب حتى يحركوا عربات، وبيستعملون ليكونوا سيارة، يعني هاللويا، وسائل تنقل للكلاب. لكن ما في، الفيل فيك تحمل عليه، حيالله حيوان بتلاقي. لكن الخروف مش معمول ليكون بري، الخروف مش معمول ليكون حامل ولا أي حمل. الخروف معمول هناك فقط من أجل أن يكون في الرعية، وأن يعيش بين أحضان الراعي. ومشان هيك أحبة، التلمذة الحقيقية اللي أنا وياك من جديد قلت ثلاث أشياء واضحة جدا في هذا المقطع، لأنه عم نحكي عن حياة الكرازة، عم نحكي عن حياة الأحلام والرؤى، عن هذه السنة اللي سميناها سنة الكرازة والأحلام والرؤى. وبدي أشكر الله على المتكلمين من جديد، لأن المؤتمر السنة رح يكون عندنا وقت رائع بنعمة الرب بالمؤتمر. جون بانكنز، هاللويا، الأشخاص اللي قريبا رح تعرفوا عليه، وأيضا الأسيس إيدي ليو اللي جاي من إندونيسيا. وبنعمة الرب رح يكون عندنا وقت رائع، أشخاص كيف الله حول هيدول الناس من أشخاص عاديين جدا ليخدموا خدمات غير عادية. رح تسمعوا عن كنيسة بإندونيسيا اللي فيها 30,000 مسلم، هاللويا، وبيعبدوا الرب يسوع المسيح ممتلئين من الروح القدس، وبحبوا الرب، هاللويا. أنا وأنت بدنا أنه نعيش هيدا النوع من حياة الإثمار، بخضم حياة عجة باللهو، عجة بوسائل التواصل الاجتماعي اللي كتيرة، عجة بالتشويش اللي عم بتخلينا لا نثمر، وعجة أيضا بالمشاكل والتحديات تبعها. لأنه لما قديما كان الإنسان بيعيش بالقليل، اليوم صار كل ما عم بتزيد الأيام صارت المعيشة عم بتزيد، مش لأنه أنا ما بعدني بنام نفس التخت، بعدني بأكل نفس الأكل، إنما بالحقيقة
صار عندي كتير خيارات وحابب اني اجرب كل شيء وبتعرف هيدا عم بخلي المعيشه تغلى رغم انه بالحقيقه الانسان بعده انسان، وهيدا اللي عم بخلي الانسان عم بيتعب اكثر وبجد اكثر ويعمل اكثر من اجل امور كثيره. لكن الرب عم بيقول مطلوب واحد هي ان تثمر. ثلاث اشياء انحطت في هذا الاصحاح ليقول لي ولك عن سبب وجوهر الحياه المسيحيه. سبب وجوهر الحياه المسيحيه هي اولا انا وانت ان نثمر. ولاحظ بانه كل هذا الاصحاح كلمه اثمار انقالت فيه 10 مرات. انا وانت كل مره لا نعيش حياه فيها اثمار حقيقي، عرف بانك انت طلعت عن سبب ليش الله حطك في هذه الحياه، عن جوهر ليش انا وانت عايشين في هذه الحياه. وجوهر وجودي ووجودك هي ان نثمر. بالبدايه يسوع او الاب استحدث الى ادم او بالخليقه، يسوع ايضا لانه انا بامن بانه يسوع اللي عمل الخليقه بيقول الكتاب المقدس، وبقول هيك قال اول كلمه قال لادم اثمروا واملأوا الارض، قال باركهم وقال انموا تكاثروا اثمروا واملأوا الارض واخضعوا. اول شيء الله يتوقع منك هو ان تثمر. ونفس الامر تحدث الله الى نوح بعد الطوفان، بعد ما صار انتهى طوفان وعمل عهد القوس القزح مع نوح وابتدى عهد جديد بسلالة نوح مع أولاد نوح وقال لهم من جديد انموا واكسروا واملأوا الأرض واثمروا. وأنا وأنت مدعوين للإثمار بشكل حقيقي. ومشان هيك لاحظ في هذا المقطع الواضح جدا هو الإثمار، الواضح جدا أيضا في هذا المقطع هو محبتك لله، ثباتك بيسوع، محبتك لله هي من خلال ثباتك فيه، تعلقك بكلمته، تبعيتك له وحياتك معه. وإذا بتلاحظ بكل هذا الموضوع أنا بعطيك المفاتيح تبع الإثمار. رابعا بقول لك أن تثمر يعني أن تثبت فيها، أن يكون لك علاقة معي، أن تطيعني. وبتعرف على هذا الأساس أيضا إذا بتقرأ بسفر أيوب بيقول كلمة مقدس، خلينا نقرأ عن الطاعة شوي قبل ما أكمل على الشيء الثالث الواضح في هذا المقطع، لأنه عم نحكي طبعا عن كيف فينا نعيش حياة إثمار. قول هاليلويا. لاحظ سؤال بأيوب بسرعة، أيوب 36 هاليلويا هاليلويا. أيوب 36 والآية 11 قال إن أطاعوا عبدوه، قل معي إن أطاعوا عبدوه، يقضون أيامهم برغد وسنيهم بالنعم. نزيد قال له حدا كله إن أطاعوا عبدوه يقضون أيامهم بالرغد وسنيهم بالنعم. لاحظ بمعنى من المعاني الرابعة بيقول لك بيعطيك مفتاح الإثمار من كل النواحي. لأن اسمعني استثمر وعم نحكي عن ثمر جيد، اسمعني أنت هون الله بالثمر عم نحكي فيه سوف تثمر روحيا نفسيا جسديا عائليا ماديا معنويا اجتماعيا من كل النواحي أنت مثمر. لاحظ عم بيحكي هون بالطاعة بعبادتك له، والمقصود بالعبادة مش بس انه نجي لهون ونرفع ايدينا ونغني كم غنية، وطبعا هي جزء من العبادة، لكن ان تحيا حياة عبادة، ان تحيا حياة علاقة. وانا اليوم عم بشرح لك كيف فينا نعمل حياة حقيقية مع الرب، لانه زقت انه شوف مؤمنين شوي شوي تلاقيهم بتأثر. بدأ خبرك شو الخطة اللي عم بتصير مؤخرا في الكنيسة التالي، بتحبوا تعرفوا؟ تعرف شو عم بصير؟ عادة في 3 أنواع أو 4 أنواع من الناس بالكنائس. في الناس اللي بتيجي بتحضر، هول بيجوا بيحضروا شوي بعدين فترة بيقعدوا بس بيحضروا بس ما بيحبوا يكونوا بولا شيء، بيحضروا. وفي ناس ما بصيروا يحضروا بصيروا يلتزموا، بصيروا يحضروا ويلتزموا. في ناس بينخرطوا بصيروا جوا، في ناس مش بس بينخرطوا بصيروا يقودوا.
ولكل ناس من هيدول الأربع ناس في تحديات. وإبليس عنده لقالهم كل شيء إنه يوقفهم من إنه يثمروا، لأنه بيعرف أول غرض إنه يطلعك من الرعية تقدر يستفيد فيك، وتقدر يطلعك من الرعية رح يلاقي لك طريقة يطلعك من الرعية. للناس اللي بيحضروا بالحياة رح يقول لك إنه شو بدك فيهم هول الإنجليين هدول، شو بدك فيهم بيعمل لك قصص، هول صهاينة بتبلش عرفت دغري دغري بيطلع علينا إشاعات ما بعرف منين جابوا لنا إياها يا أخي، هدول صهاينة هول عم يتعاملوا مع العدو الصهيوني، منين بصيروا جبون يا أخي، هول صهاينة هول ما بعرف شو. وبعدين بصير لك هول مش صهاينة، هول بدعة، هول بدعة بدعة، انت شو بدك بالشغلة خطورة، بصير انت خايف شو عم بصير، وبتعرف لانه مش شايف هيك شيء قبل. وهدول الناس بيحضروا دغري، بصير اول شيء يجيون مليون فكر وشك وقصص وكذا. والرابع بيقول لك روح اقرا الانجيل، خي ما ترد علي، روح اقرا الانجيل، اقرا الانجيل يا خي. بعدين تلاقي الاشخاص اللي صاروا يلتزموا ببلش يبعث لهم الناس يضطهدون، هدوك الاشخاص اللي بيحضروا هيك بيجون وقت لوقت بصير يضطهدون هو بقصص باخبار باشياء بالعالم، لكن اللي بصيروا يلتزموا بصير يضطهدون من خلال الاصدقاء والاقارب والعائله والناس اللي حول منهم، بصير يضطهدون شو وين عم تروح شو عم تعملوا اقعد هون ما بلاه وبلاه صريخ كم واحد بيفهم شو عم بحكي يعني. بعدين الاشخاص بصيروا اكثر عم مش بس ملتزمين لكن بينخرطوا، يعني بصيروا جوا بصيروا جزء من الفرق، بصيروا عم يخدموا بصيروا يعملوا قصص، هدول الاشخاص كمان بصير يبعث لهم اشياء اللي هي بالحقيقه الحربهم بتصير حرب غيره بين بعض بين القصص بين الناس وشغلهم بهدول الاشياء. وبتلاقي الاشخاص اللي عم يخدموا بصير شغلهم بالناس بدل ما يكون شغلهم بانه يخلوا عيونهم على يسوع، بدل ما يكون صالب اسمه صالب حياته صالب خدمته، لأنا ما بهمني شيء، أنا بهمني أن يكون عم بعيش بحسب قلب الرب، لأني أنا لا أريد أن أرضي الناس أريد أن أرضي الله. اسمعني، لأنه بالنتيجة رح أقدم حساب قدام الله مش رح أقدم حساب قدام الناس. كم واحد عم تسمع علي اليوم؟ وبتعرف لك كل هدول الأشخاص بتلاقي في خدام منشغلين، هذا عم يحكي وهذا عم يعمل، بتلاقي حاله احترق وتعبان ولحق هون ولحق هون، بدل ما يكون عم بيشتغل لأنه يكون قريب من الرب. وبتلاقي الأشخاص اللي عتلانين هم بالفريق الغيران، هذا ليش هونيك؟ ليش ما عزمني؟ ليش ما حكاني؟ بدل ما يكون عم بيشتغل يكون قريب من الرب. والاشخاص اللي عايشين باضطهاد وبعضهم جديد ومش عارفين شو بدهم يعملوا، بدل ما يكون عم بيشتغل بانه يحب يسوع. والاشخاص اللي جديد بعد مش عارفين شيء اول ما فايتين عم بيسمعوا هدول صهاينه وهدول بطيخه، بدل ما يكون عم بيشتغل بانه يدور عليه، دور عليه. وعلى هذا الاساس بتلاقي انا وانت اللي عم بيعطل اسمارنا في اوقات بتلاقي بانه هدول القصص ما بينفعوا، بقوم الشيطان ببلش يلهيك بالعالم، حب العالم، ضياء العالم، انشغال العالم، المصاري، شهوه العين، شهوه الجسد، طرف المعيشه، انك تلحق هدول القصص، انك تكون على الموضه، انك تعمل. انا ما بقول بانه مش لازم تكون على الموضه، هللويا اذا فيك تكون على الموضه، لكن خلي عيونك على يسوع مش على الموضه. انا معقول بانه انت مش لازم تقعد باربع خمس باربع حيطان ما تخلي النور يشوفك، لا عم بقول لك روح اختلط، لكن انت بتحب الرب، عيونك على يسوع، بتحب الرب، ابن لقاله، انت لست من هذا العالم. حدا عم سمع علي اليوم يا احبه؟ وعلى هذا الاساس اذا بتلاحظ بهذا المقطع ثلاث اشياء قلت لك، ان تثمر يعني ان تكون قريب ليسوع، ثابت بالكارما، تفعل بحسب وصيته. هذا كل المقطع عم يحكي اقراه من جديد، انا قريته اليوم اصلا هذا المقطع من انجيل يوحنا لصحيح 15، لقال لك الحياه المسيحيه ان تثمر، ولكي تثمر عليك ان تكون قريب منه، عليك ان تكون ثابت فيه، عليك ان تطيع كلماته، عليك ان تتلمس على يده، عليك ان تكون تلميذ. ومشان هيك لا تستطيع ان تكون خروف بري ولا تستطيع ان تحمل احمال، عليك انك تعيش حياه يوميه مع الرب. وأيضا من أجل أن تثمر، لاحظ بقلب هذا المقطع مرتين،
هي أن تحب الناس، أحبوا بعضكم بعضا. في شيئين بخلوك تثمر، أنك تحب الرب، وهذا قلت لك الوصايا العشرة كلها ياتون هني هيك، أنك تحب الرب وتحب الناس. قل له هيك لحدك، تحب الرب وتحب الناس. هاي كلها، تخيل كل الحياة المسيحية هدول كلمتين، حب الرب وحب الناس فتثمر. ولاحظ يا أحبة، من أجل أنه أنا وياك نفهم هذا الأمر من جديد، روح على إشعيا. فرجيتك أيوب، لكن روح على إشعيا. إشعيا الإصحاح الأول، إشعيا الإصحاح الأول، قول هللويا. الإصحاح الأول والآية 19 بيقول: إن شئتم وأطعتم تتمتعون بخيرات الأرض. قول ما إن شئتم وأطعتم تتمتعون بخيرات الأرض. إن شئتم وأطعتم تتمتعون بخيرات الأرض. أنت ملاحظ بأيوب عم بيقول، قال إن عشت حياة طاعة حقيقية، إن عشت حياة عبادة حقيقية، تتمتع باسمار، برغد، بغنى، ببركات. وبتعرف إحنا منركض وراء هيدول ومننسى بأنه هيدول زودة، ننسى بأنه هيدول تحصيل حاصل للإنسان اللي بيعيش بحسب قلب الرب. صدقوني، سألوني لالي، أنا عايش ببركات الله. وأنا اليوم بدي شجعك من كل قلبي يا أحبة، بأنك إذ كنت تتتلمذ على يده، إذ كنت تعيش قريب من قلبه، أنك تكون عم تنشغل هذا الشيء اللي شاغل قلبك، أنك تضل قريب من قلبه. هللويا. الشيء اللي شاغل قلبك هي أنك تكون بحسب قلبه. واسمعني، أنك تملك طرقه. أنا ما بقول بس أنك تحفظ وصاياه، انك بتعرف مثل ما اجى لعند يسوع هذا الشاب الغني وقال له: ماذا ينبغي ان افعل حتى لي انا الحياه الابديه؟ قال: فنظر اليه يسوع واحبه. شاب غني كثير، وقال له عليك انك تحفظ الوصايا. قال: واو، عال شو حلو، بس هي عال كثير مني، حفظتها من انا وصغير. سمع لك اياهم. قام الرب قال له: طيب برافو، عن جد برافو، حفظت الوصايا. فهمت شو معناتهم؟ طيب رح لك أنا شو معناتهم، لأن أنت حفظتهم بس أنت ما فهمت شيء. رح لك شو معناتهم. معناتهم هيك: روح بيع كل اللي عندك، وزع للفقراء، وتع تبعني. قال: فمضى هذا الشاب حزينا. لأنه بتعرف في كتار منا اليوم بأنه بيعتقد بأنه أنا حفظت الوصايا، حفظت، لكن تعرف طرقي هي المشكلة في نوايا القلب، بالطرق. وخبرتك يا أحبة، بتعرف بالكتاب المقدس أوقات بننظر نحن منتفكر أنه في شيء مش منطقي أو مش عادل بصير في الكتاب المقدس، وأعطيتك واحد من القصص اللي فعلا مش منطقية وتبدو على أنها غير عادلة، لكن الله ينظر إلى القلب ولا ينظر إلى الطرق، لا ينظر إلى إلى ما تفعله، إلى أفعالك، ينظر إلى نوايا القلب. وعطيتك واحد من الأمور غير العادلة، بأنه بالحقيقة عن جد إذا بتقارن بين شاول، شاول كان شاب هيك حبوب طويل، بيتر يعني، ماريو، شافوه قال أطول واحد بالشعب، قال هذا يكون ملك، شافوه قال بعدين راح شاول عرف إنه هن راح عينوه ملك، راح تخبى وراء الأمتعة ومستحي، لك شو كان خجول هذا الشاب الخجول. وبعدين شو صار من بعد ما أنه تخبى وراء الأمتعة؟ تحول هذا الشاب الخجول إلى قاتل للكهنة، أنه يبعث ناس ويقتل الكهنة. بتعرف عم فكر فيها بأنه قديش غريب هذا الأمر، بأنه كان كيف بلش بدايته شاول، بلش إنسان خجول جدا، إنسان لا حدا غيري ومش أنا، وجاء قالوا له أنت مالك، عم إجا طيب أوكي.
وبقول الكتاب المقدس بلش حياته في هذا الأسلوب، وبلش الله يعطيه تعليمات لشاول. وبقول الكتاب المقدس واحد من التعليمات بأنه روح عمول هيك يا شاول، وبتعرف واحد من القصص بأنه لم يطع شاول أمر الرب لأنه نظر إلى الناس ولم ينظر إلى الله. اسمعوني أحبة، اللي كان بهمه شاول بكل هذه القصة منظره، سمعته، شكله، هيبته، كلمته، اسمه. هذا عم سمع عليه اليوم مقارنة لشخص مثل داود. ما عمل شيء بالحقيقة شاول، اللي عمله يعني أنا فكر فيها بأنه قال لأنك فعلت هذا الرب رفضك من الملك. قال عفا شاول عن خيار الغنم والبقر، لكن قبل ما يعمل هيك بالبداية راح قدم هو الذبيحة، بمعنى آخر احتقر المقدسات بسبب أنه هو مهم يعمل واجباته. أنه أنا عم بعمل واجباتي، لأنه الحياة مع الرب هي كناية عن واجبات عمول وما تعمل. بأنا الرب عم بيبحث، اسمعون أنت هون يا أحبة، الرب عم بيبحث عن عائلة مش عن واجبات. بالمقارنة مع داود، داود رح قتل رجل بعته يروح يموت وجاب مرته وتجوز له مرته. يعني قارنوا بين هذا الواحد راح قتل، شاف وحدة استحليها عم تحمم، قام قال له مين هذا جوزة؟ قالوا له عم واحد من ضباط طبعك هذا عم بحارب على الجبهة. قام قال له نحطوه بالجبهة الأمامية، حطوه قدام حتى لي يموت أول واحد. قام تخيل بقول كتاب، مش بس إنه كان هذا الشاب مخلص رفض أن يروح يقعد مع مرته طالما في حرب، كان مخلص لداود جدا فقتله داود ومات هذا الشاب. وابو الكتاب المقدس جابه لمرته وتزوجها. قارن بهذا اللي عمله داود مقارنة مع اللي عمله شاول بنظر نحن العدل تبعنا، بأنه داود بيستاهل أنه يرفض من الملك وينكب بالحياة ويعدم، فليحكم محاكمة عادلة ويعدم. شيك؟ وشاول بالحياة ما عم شيء، رفض شوية خيار غنم وقر وعفى عن بعض. مقارنة شاول ما عمل المصيبة الكبيرة اللي عمل داود، لكن داود كان يملك قلب بحسب قلب الله. شو يعني هيدي كان يملك قلب بحسب قلب الله؟ يعني قديش خطيتك كبيرة؟ طبعا الله يرفض هذه الخطايا وهو ضد هيدول، ودفع ثمن داود ببيته من أولاده وعائلته، لأنه ما يزرعه الإنسان يحصل. لكن الله لم يرفض داود، ليش؟ لأنه بتعرف في شيء واحد كان يهمه لداود، لا القصر ولا المال ولا الجواهر ولا السلطة ولا الملك ولا النساء ولا أي شيء في هذا العالم بهمه. لك سؤال، لا تنزع مني روحك القدوس، واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لأن يوم واحد أقضيه في ديارك خير من ألف سنة في ديار الأشرار. اخترت أن أقف على عتبة بابك يا رب من أن أجالس الأشرار والمستهزئين. واحد عم بقول أنا بدي إياك يا رب، واحد عم بقول يا رب بدي إياك تحافظ على اسمي وعلى سمعتي، تحافظ علي. هل أنصم علي أني أعرف طرق الله؟ ولكي أعرف طرق الله علي أن تلمز على يده. عشان هيك لما بتخطي خطايا كبيرة تعرف مش مهم تخسر كل شيء، مهم ما تخسر ولو. ما تسمعوني أحبة، لأنه الإنسان ممكن يوقع حالة وقع، عم بحكي مني بجر، والله يرحمني وبشكركم عن صلولي، طيب الله يضل رحمني، وضل ماشي بالصراط المستقيم، هللويا. لكن اسمعني يا أحبة، خسار كل شيء بس ما تخسر يسوع. اسمعني، خسار مالك وكل شيء عندك بس ما تخسر يسوع. ناس بيقول لك لا لا خذ يسوع بس خليه للمال، خذ يسوع بس خليه للبيت
والحياة تبعي مش هيك، مش مهم علاقتي بالرب، وفي كثير ناس ضحوا فيها، بس مهم انه يضل كل شيء تمام وماشي تمام وكل شيء مبين رائع وكل شيء ظابط وكل شيء منيح. اسمعني يا أحبة، لا اذا انت بعيد عنه، لا لا اذا انت في شيء بعد مش معترف فيه ومش عايش حياة نقية قدامه ومش عايش حياة بحسب قلبه، لا لا اذا انت منك جزء من شعبه وبالنسبة لك هذا آخر أولوياتك إنك تعيش مع الرب، لا. اليوم كنت عم خبرك عن رجل عمره 97 سنة مات بالمسيح. لكن تعرف اليوم هذا الرجل عايش كل عمره مع الرب. هاليلويا لهيك شيء. لكن في ناس اليوم شباب صغار عم يموتوا، عم تخطف حياتهم خطف. في ناس كل يوم آلاف الناس عم تموت، كل يوم عم نحكي بمنطقة كل يوم في آلاف الناس عم تموت. في ناس تفتكر بأنه أنا بعيد عن الحرب أنه مش رح موت. تعرف شيء مدهش بأنك تعرف أشخاص يوم عم تموت بطريقة غريبة عجيبة. شو هالموتات اللي بيموتوها بعض الأشخاص، تلاقي مثلا واحد طالع من بيته خبصته زيارة. أو مثلا بنت صبية راجعة من حفلة فاتت بالحيط وماتت السبت الماضي. تعرف بالنسبة لي طلع إنه أشخاص يقول لك أنا ما بعرف، أنا بعد عندي حياة ممكن أعيشها، كل شيء تمام، بحافظ على صحتي، بعمل دايت، كل شيء تمام. بس تعرف لا أحد يعرف الوقت ولا الساعة. هل أنت جاهز إنه لما الرب بيقول لك قدم حساب وكالتك، قدم حساب وكالتك، خليني أشوف شو أثمرت في هذه الحياة. وكان أوقات الرب عم بياخدك لأنك فعلا صرت عقيم بلا جدوى، عم بحاول يقلك كل القصص، عم بحاول يساعدك، عم بحاول يساعدك لترجع تعيش وتحيا. اسمعني أحبة، الشيء الوحيد اللافت اللي يجعل إنسان يثمر هي أنه معلق بالكارما. لو شو ما بدك تعمل وأنت منقطع عن الكارما، لا فوتش نو شي. لو شو ما بدك تعمل خارج الكارما لا يوجد اسمار. الشيء الوحيد اللافت بحياة انسان مثمر هو انه في الكارما، اسمعني، وبصحة جيدة. مش عم بحكي بصحة جيدة كل يوم بيعمل سبور يعني 10 بشقاب 3 معدة، عم بحكي بصحة. أنا منيح أنك تكون صحة كمان جسدية جيدة، لكن عم بحكي عن صحة روحية جيدة. وكيف تعيش حياة صحة روحية جيدة؟ تعيش حياة صحة روحية جيدة نهار اللي بتضلك قريب منه. اسمعوني يا حبا، كيف أنا وياك فينا نكون قراب منه؟ مشان هيك علمتك عن خرافات الأشياء اللي بتنحكى عن إنه ناس تعمل علاقة يومية مع الرب، ورح أقول لك اليوم كيف تعمل علاقة يومية مع الرب. أول أمر تتعمل علاقة يومية مع الرب، عليك إنك تدخل إلى محضر وتلاقي الوقت المناسب، أنت تحدد وقت مناسب، لأنه كل يوم أنا وياك مفروض إنه نقرأ من الكلمة. اسمعني، أنا بقرأ من الكلمة أول ما بوعى، في قرايات بقريهم كل يوم الصبح أول ما بوعى، إن شاء الله بوعى 10، إن شاء الله بوعى 9، إن شاء الله بوعى 2، بقرا الكلمه. اسمعني، مش مهم اي ساعه بتوعى، بس نقي الوقت لما تكون صح منيح بالنهار، حط فنجان قهوه وقعد اقرا الكلمه. لكن مش هي الخلوه اللي عم بحكي عنها. قرايتك للكلمه ما بتعني انك انت عم تقعد مع الرب. اسمعني، سمعت الكلمه، اخذت منها، تعلمت، سمعت صوته، لكن محتاج انك تقعد معه. ومشان هيك قلت لك خرافات اللي بيقول بانه لازم اقعد الساعه 6، خرافات اللي بيقول انه لازم اقعد اقله ساعه، خرافات اللي بيقول بانه لازم تكون الخلوه فيها قوس قزح وكل يوم يطلع لي قصص غريبه عجيبه وعجايب وينزل من البيت والحيط يتشقق ونور يفتح. بتعرف انها مسين نشوف انه هيك بيحكي كان الرب، وملائكه تظهر. جيت قعدت قدام الرب يا قسيس وفجأة وقف شعر بدن. لا مش ضروري، بتعرف اذا بيوقف شعر بدن كل مره واحد كاسي يعني زي. سكر الشباك بلكي في ساعه مشان هيك عم يوقف شعر. وقف شعر وحسيت
مدري شو بصيروا يخبروني. حسيت نا بتصير، يمكن ما بدي اقول لا يعني امين هللويا ان شاء الله تضلك تحس هيك، بس الموضوع مش هيك بتصير اصلا. خرافات. هلا اذا صارت هللويا، بس هي مش دائما هيك. اذا صارت مره بيكون شيء منيح هللويا، بس هي ما بتصير هيك. كم واحد بيعرف انه ما بتصير هيك؟ والخرافة الرابعة قلت لك بالحقيقة بأنه في ناس بتفتكر بأنه إذا أنا بدي أقعد مع راب يعني كل يوم بدي يكون عندي خلوة. نسمعني، كل يوم تقرأ من الكتاب لكن مش كل يوم عندك خلوة. كون حقيقي مع حالك، مش كل يوم تقعد قعدات قدام الراب. بمشان هيك أنا أقول لك اقرأ كل يوم من الكلمة، لكن إذا عندك قعدة مرة مرتين ثلاث مرات بالأسبوع كثير منيح. والخرافة الخامسة هي أنه لازم تقعد الخلوة شي ساعة. لا، يمكن لا، يمكن أكثر من ساعة، بس يمكن كمان خمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة. بس أنت قاعد بمحضره حقيقة. عم سمعوني يا أحبة؟ ومشان هيك يا أحبة نهار اللي أنا وياك بنتعلم. طب إذا مش هيدول أو مش هيك هي القصة، كيف هي؟ رح أقول لك كيف هي. أول ما بتقعد مع الرب، أول أمر عليك أنك تعمله هي أنك سكت ذهنك. حط عندك هوني، سكت ذهنك. شو يعني سكت ذهنك؟ يعني كل الاشياء اللي حاملها براسك وجاي فيها، واسمعني، ليست الصلاه خزقه ما تفوت فيها لعند الرب لانه بقى بوجهك. شو جاييني وجاي حامل لي قصص؟ تعال انا بدي احكي معك، جندي بدك تحكي معي. حدا تسمع علي حاملين ليست الصلاه؟ يا رب بصلي بانه هاي الجمعه اعطيني اياها انا بصلي لك هاليلويا. وبدي منك هيدول، ويا رب اعمل هيك، ويا رب سوي هيك، كانه رب يشتغل عنا. قل له هيك لحدا، قل له مسابي بانه مش الرب يشتغل عندك، انت اللي تشتغل عنده هاليلويا. قل له، قل له هيك، ما حدا حكي مع الثاني. قل له، قل له، قل له مسابي بانك انت بتشتغل عند الله. لا ولا بلا، لانه هاي مش خلوه، مش خلوة. لأنك أنت يا باب يا رب بارك بابا وماما وتيتا وجده وعمه بحاجة لشغل وفقه يا رب، وفلان وحامل قصص. نا هدول صلاة شفاعية اسمها. نا أنا ما بقول غلط صلي هيك، أنا بقول مش هي الخلوة. ما اسمعوني، بالخلوة ما في ليست صلاة. بأنك تكون قريب للرب ما في ليست فايت فيها لعنده، ما شي فايت لعنده ولا شي. هذه بتجيبها منصليها بنتشفع منحارب، هدول اسمهم شيء تاني، بس ما اسمهم علاقة مع الله. ما عم بقول لك هول غلط، ما تسيء فهم هدول، الأساس عم ينتقد هدول. لا ما عم بنتقدهم، عم بقول لك مش هدول هن. طيب شو الخلوة؟ ما تاخذ شيء معك، سكت ذهنك، ما بدي اسمع ولا شيء. جاي بقصص وفلان حكى علي وهيدا عمل هيك، والشغل هون هيك، والبيت هيك، والمصايب هون هيك، والكنيسة هيك، والإخوة هيك، وإلى آخره. سكت ذهنك كليا، ما بدي أسمع ولا صوت. ومشان هيك تعرف شو بتعمل أول ما تفوت لمحضر رب، بأمر كل فكر أن ينزل تحت طاعة المسيح. كل فكر، كل فكر، ما بدي أسمع حتى أفكاري إلي. لما تعرف أنا وقت بفوت لعند الرب وعندي اقتراحات. مش مرة فت لعند الرب تقول يا رب أنا عندي خطة لحياتك يا رب. أنا عندي القلق. أنا بصير تعرف نصير تحب إنه تكبل له هنت معلوف، تكبل له للرب بعض الأفكار، فكرك إنه الرب رح يتأثر. ليك من جبتها؟ ما كنت فعلاً من جبتها؟ شو هالأفكار؟ برافو. بصير تقول له يا رب أنا ومحلك بعمل هيك، أنا ومحلك بقتل برنار، بشرب من دم، عرفتني؟ نصير نحن نخطط انه يا رب لو انت بتعمل هيك، لو انت بتجي بتتدخل هون، ونصير نقول له شو هو لازم يعمل. بتعرف اوقات بتحس الرب شو عم بيضحك علينا من فوق؟ نحن جايين نعلمه شو هو لازم يعمل، شو لازم تعمل انت لو انت عن جد. وبتعرف اوقات بصير نستفزه. في ناس بعرفهم انا بقول لك انا زعلت منه لما بيعمل، انا مش عم بطيعني الرب. يا اخي انت فاهم غلط، مفروض انك انت تطيع الرب مش الرب اللي تطيعك. بصير تعرف انا زعلان. كم واحد سمع هيك اشخاص بيقول لك انا زعلان من الله؟ عجب عجب عجب.
عجب انه في ناس بتزعل من الله ومسائب انه الله ما بيغلط، ومسائب انه الله مش مديون لحدا. هاللويا. ها، الله ما بيغلط بقى بمعنى من المعاني اكيد مش الحق عليه، والله مش مديون لحدا بمعنى من المعاني الله ما قاله ما حدا قاله عليه شيء طيطالبه فيه. اسمعني، لا بل بالحقيقة نحن المنغلط ونحن المديونين. اسمعوني يا أحبة، ومشان هيك لما بتسكت ذهنك انت ما عم تقترح حتى شيء على الرب. تعرف عم تقول له يا رب ها أنا ذا تكلم، أنا عبدك يسمع، أنا ابنك يا يسوع، اليوم جاي أخذ منك لك حكمة إلهية، صوت منك، احكي لحياتي يسوع، حك علي بالروح القدس وخذني يا رب اليوم هيك بكلمتك، انكزني فيها، علمني، قودني. عشان هيك تعرف اول ما بتسكت ذهنك، وحتى لي تعرف عن جد شو تعمل لما تسكت ذهنك، انا خبرتك واعطيتك ايه من مزمور، قلت لك بالحقيقه روح على مزمور 131 وفرجيتك هذه الايه بمزمور 131، لكن هلا بدي اعطيك ثاني نقطه بعد عندي 5 دقائق، ركزوا معي شوي بسرعة. قول هاليلويا. فيش حدا عم تعلم شيء؟ هدى بس هاليلويا عم تعلم. كم واحد عم تعلم شيء يعمل هيك؟ هاليلويا، مجدا ليسوع. 131 لك شو قال الكتاب؟ قال يا رب لم يشمخ قلبي ولا استعلت عيناي ولا حفلت بالعظائم وما فوق إدراكي. لكن لاحظ الآية 2، ولكن سكنت نفسي وهدأتها وصار قلبي مطمئنا كطفل مفطوم مستسلم بين ذراعي أمه ليترجى إسرائيل الرب من الآن وإلى الأبد. لحظة، سكنت نفسي وهدأتها. مزمور 62، لاحظ هو نفس الكتاب، لكن لاحظ مزمور 62 لاحظ الآية الأولى، بيقول هيك انتظرت نفسي الله وحده. عم بقول لك شو الخلوة الحقيقية اليوم، شو يعني تقعد معه. انتظرت نفسي الله وحده. قول معي انتظرت نفسي الله وحده. نعم، ما بدي اسمع من فارس ولا من حدا ولا من بي ولا من امي ولا من كل اللي عم بينصحوني نصايح رائعة وجيدة، شكرا عليهم، لكن اليوم انتظر الله وحده. يمكن يقول لي شو قال لي فارس، بس بدي اسمعها منه. اسمعوني يا أحبة، ورجي قال له فارس تعال شو اليوم كنت قاعد مع الرب والرب حكاني مثل ما انت قلت لي. وهذا هو التواضع. اسمعني يا أحبة، انت هون؟ قال انتظرت نفسي الله وحده من لديه يأتي خلاصي، هو وحده صخرتي وخلاصي وحسني المنيع، لذلك لا أتزعزع أبدا. على فكرة الترجمة الأصلية بتقول لا أتزعزع أبدا كثيرا. هاللويا، لا أتزعزع كثيرا. تاني أمر عليك أنك تعمله، ركز ذهنك. اسمعني، مش ركز ذهنك يعني تعمل يوغا يعني مش هذا اللي عم اقوله. لا، على فكره بس بين هلالين، لان في ناس تعتقد بانه ايه عم استعمل قصص بيستعمل. على فكره كل اللي بيستعملوها بالديانات الاسيويه ماخوذه من كتاب مقدس، لكن هن بيركزوا على اشياء، نحن بنطلع على الله. هذا فرق. هن بيركزوا على مانترا، لكن نحن بنركز على الله، شيء غير. لانه بتعرف كل شيء حقيقي في منه مزور، اللي بيشبهه كتير بس مش هو. مؤخرا كان في 20 أفيرة مزورة، بس تخيل انه زوروها، يعني حطوا مصاري لزوروا 20 أفيرة، اللي تزوروها كلفتهم 30,000 ببيعوها ب20,000، شو هالتجرة. طيب ليك شو عم بقول لما بقول ركز ذهنك؟ اسمعني احبه، شايف اذا انت عن جد عايش مع الرب
عندي خبر لك، رح توعى الصبح في ترنيمة بقلبك. في ترنيمة بقلبك، عشانك أول ما بدك تفوت على المحضر رنم هاي الترنيمة اللي بقلبك. تعرف أنا معظم الترانيم تطلع على بالي برنمها الصبح، اللي بالحقيقة الترنيمة اللي ترانيم بالإنجليزي، ترانيم حتى عاملة بحياتي من سنين. تعرف أرجع قد ما برنمها بصير أقول آه لازم أرجع بصير حتى كل الوقت بالسيارة بتلاقي عم بسمع هدول ترانيم تبع السبعينات والثمانينات. هاللويا هدول أكتر شيء بلاقيهم عم غنيهم جواتي. رنم هالترنيمة اللي بقلبك. اللي بيعرفوا اللي عايشين معي بالبيت بيعرفوا أول ما بوعي الصبح دغري بتسمعني أنا ورايح من أوضتي على المطبخ بلاقيني عم بقول هاللويا هاللويا كل المجد إلهنا. رنم الترنيمة اللي بقلبك. سكر ذهنك، سكن ذهنك، خلي يشتغل فيك كلمة الله ترانيم. ما بعرف شو هي الترنيم اللي بقلبك، لكن رنم الترنيم اللي بقلبك. ما ترنم كتاب حياتي يا عين، يعني توعى الصبح كتاب حياتي يا عين. إذا بدك غنيها بس هذه مش خلوة كمان. مش خلوة أبداً. مزمور 100، لاحظ هالكلمات بمزمور 100 بسرعة. مجداً مزمور 100، لاحظ هالكلمة بسرعة ورح انهي هون اليوم احد كمل. سأشيد برحمتك عفوا اهتفوا للرب يا سكان الارض جميعا. لاحظ اعبدوا الرب ببهجة. كيف؟ اعبدوا الرب كيف؟ لاش كامل وقال وامسلوا أمامه مترنمين. لما بتدخل إلى محضره فوت إلى محضره وانت عم بتغني هاي الغنية اللي بقلبك. سكت ذهنك رنم الترنيم اللي بقلبك. بعد عندي نقاط رح خبرك عنها إن شاء الله نهار لحد. خلينا نوقف مع بعض. مجدا ليسوع. حدا عم يتعلم شيء اليوم يا أحبة؟ ارفع يديك أمام الرب قل له سيدي غيرني، خليني قريب منك سيدي. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. تعال رنم مع بعض. واحدة وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وإياها ألتمس هللويا كنا في بيت الرب. ارفع يدك من جديد قول معي واحدة سألت يا واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام لكي أتفرس من دسم بيتك. مش
جديد واحدة سألته. واحدة سألته. وإياها ألتمس. هللويا هللويا. أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ارفع يدك من كل قلبك جميعا نقول مع بعض. واحدة سألته. وإياها ألتمس. نعم حبيبي يسوع. أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام لكي أتفرس بجمال وجهك لكي أشبع من دسم بيتك لكي أتفرس بجمال وجهك لكي أشبع من دسم بيتك. أنت من تحب نفسي أنت من تحب نفسي أنت من تحب نفسي يا يسوع. أنت من تحب نفسي أنت من تحب نفسي أنت من تحب نفسي يا يسوع. هللويا. فهديك يا رب رجع لي الغنية اللي بقلبي. رجع لي الغنية اللي بقلبي. تعرفوا أحب الإسمار رح يصير في هذه السنة غير عادي. بقلك عم بحكي مع فارس في حوالي 500 شخص ناطريننا أنه نهتم فيهم بين الشمال وبين بيروت. من اللي صار معهم بالقوة المغيرة لكن أنا وياك مش قادرين نهتم بحالنا بعد. عشان هيك رفع إيديك يا رب أريد أنه بلش كون مثمر جدا يا رب. عيوني عليك. فايدك يا كله سيدي في اشياء كثير شغلتني لكن يا رب اليوم بكبها عن صليبك. اجعل اولوياتي اولوياتك يا رب. يا رب انا بدي صلي اليوم تاتي بروحك القدوس وتنخس كل قلب وتعيدنا الى علاقه حقيقيه معك لان هذا هو المهم. نعيش حياه حقيقيه معك. نعيش حياتنا نمضيها كما فعل روي ستاكستل 97 سنة يخدمك عيونه عليك يحبك يعبدك بفرح يزكي طريقه أمامك. خذ يد الشخص اللي حدك لنصلي معهم. اشكر الرب عليك من كل قلبك. قل له مع بعض قل له نبني من جديد. تعرف ما في فشل. قل له هيك قل له ما في احتمال انك تفشل. قل له ما بيهمني هلا انت وين لانه رح تنجح. ما بيهمني حتى لو صرت باخر بنص دين سوري ما تاخذوني بالحفره بالجي بالوسخ بالزباله وين ما كنت تكون هلا. قل له هيك قل له رح تنجح رح تنجح. قل له هيك قل له رح تنجح ورح يحقق الله مقاصده فيك. ولا احد يستطيع ان يفصلك عن محبه المسيح. لا شده ولا ضيق ولا ملائكه ولا مرتفعات ولا قوة ولا شيء قادر هللويا أن يفصلك عن محبة الله التي لك في المسيح يسوع. هللويا 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 هللويا. مجدا ليسوع. اسمعني قبل ما ننهي بعد. تعرف واحدة من أقوال روي ستاكستل تعرف شو كان يقول؟ ما تخلي شيء يسرق منك صرخة الفرح. نعم. ما تخلي يسروا منا يا ووو هاليلويا آمين. نجديد صلي له لحدك لا ديده صلي له حبه هيك ابتسم له قل له شو مهضوم له أنت كتير حبوب. آمين. يا رب حط إيدك هلا على شعبك باسم يسوع. قدسنا يا رب. عيد لألنا الحياة معك يا سيد واجعلنا نحيا بأمجادك باسم المسيح. كل شعب الله يقول إن شاء الله أراكم نهار الأحد صباحا. تبخزونا على التأخير. نعمة ربنا يسوع محبة الله الآب شركة روح قدس تكون معي ومعك إلى أن يعود الرب بسحاب المجد. إن شاء الله الأحد الصبح الساعة 11.